مشاهدينا نحييكم من جديد وبأسف على اللغط والتشويش اللي حصل قبل الفاصل. تبادل الاتهامات بصوت مرتفع ربما أدى إلى أن الناس ما تسمعش حاجة. صحيح في أزمة في تبادل الاتهامات ما بين المستوردين على يميني وشركات الصرافة على يساري، بس الهدف حتى لو كل فصيل يوجه اتهامات للفصيل الآخر، الهدف هو ان احنا نحاول نعالج الأزمة والمشكلة زي اللي حصل امبارح من خلال المناقشة، فعلى الأقل نصف المشكلة تم حلها والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين اللي تم إلغاء سقف الإيداع وسقف السعر. أستاذ أحمد شيح، عايز يعني حط إيدي على بعض الكلام اللي انت قلته في منتهى الخطورة، وأيضا هسألهم نفس السؤال. انت لا بتقول في بعض شركات الصرافة في جزء منها بيمول إرهاب، بيمول مخدرات، هو اللي بيدمر الاقتصاد، وانت مع امبارح قلت انا مع إلغاء شركات الصرافة. هل ده كلام مبني على معلومات ولا كلام لتشويه شركات الصرافة؟ اولا بعد اذن سعادتك واذن الساده الحضور، انا بستاذن سيادتك ان احنا نحيل هذه الحلقه الى السيد النائب العام عشان يعلم من هو تاجر المخدرات ومن هو صاحب شركات الصرافة وتاريخ شركات الصرافة واللي بيتعاملوا في السوق السوداء، عشان الكلام اللي اتقال كلام كله مرسل ليس له أي أساس من الصحة. والكلام اللي اتقال من الأخ المحترم اللي كان بيقول الكلام، كلام معلوماته ويجيبها مثلا من ميكي ماوس أعتقد زي ما بيقولوا كده، كلام كله ملوش أي أساس من الحقيقة. وهو امبارح لو فهم كلامي او هو بيدرك الكلام اللي انا بقوله، انه قلنا سبب الازمه في موضوع المضاربه في سوق الصرف، وانا قلت امبارح احنا ما عندناش ازمه في الدولار، ولو جبت الحلقه قلنا ما عندناش ازمه في الدولار، أزمة هي ازمه في المضاربه والتلاعب في الدولار، بدليل ان السيد رئيس مجلس الوزراء اعلن ان احنا مولنا 80 مليار دولار واردات السنه اللي فاتت. طب هو 80 مليار دولار جم منين؟ سؤال كده انا بسال حضرتك اهو. جزء جه من البنوك اللي هو بيمولوه، وجزء اكيد جه من بره البنوك. بره البنوك الملائكه اللي هم بيمولوا الشرفاء الناس الاسوياء اللي كانوا بيمولوا الجزء المتبقي للواردات، دول بيسمى جزء السوق السوداء والمضاربين والمتلاعبين وشركات الصرافه. وبعدين ان احنا نقول في شركات صرافه مولت ارهاب، في شركات صرافه بتتحقق معاهم في موضوع تمويل الارهاب وتمويل المخدرات والتلاعب في سعر الدولار، وكل اسبوع سيد محافظ البنك المركزي بيصدر قرار بغلق بعض الفروع لبعض الشركات، والواقع اللي انا قلت فيها دي واقع حقيقيه وانا عارف اللي تم فيها، وده كانت في رمضان قبل اللي فات، ومبلغ اللي هو قال يعني مصادر 25 مليون خمسه خدوا 25 مليون بس مش مشكله ده يعني ده معناه ان 25 مليون بالنسبه له فكه يعني ده كلام يعني بالنسبه طبعا بالمليارات اللي بتتحقق في هذه المكاسب مليارات طبعا بالمليارات لما بتتكلم في حجم بيقول لك احنا بنخدم الوطن يخدم ما هو لو راجل بيخدم الوطن وراجل هو زي ما بيقول ان هو بيساهم في نهضة الوطن، هو ايه اللي مزعله ان احنا بنلقي اتهامات لاخرين بيخربوا الوطن وبينهبوا الوطن وبيسرقوا الوطن وبيدمروا البلد في زي ما قلت بيهربوا فعلا؟ طب مين اللي بيمول كل الممنوعات اللي احنا بتيجي في البلد؟ الشماريخ والترامودول والكلام ده كله، ده بيطبعوا دولارات في الشارع وبيروحوا يجيبوا بيها، ولا ليهم مصدر بيشتروا منهم؟ اذا كان هو الراجل شريف وبريء عن هذا الموضوع يبقى ما كانش يحتد وكان يقول لك انا اول مره اشوفه اول مره اتعامل معاه، ومع احترامي وتقديري ليه ومع احترامي وتقديري للراجل دوت، احنا الدخله بتاعته تدل على ان في حاجه مضايقاه، في حاجه هو يعني حاسس انها بتوجعه. انا لا اعرفه ولا جبت سيرته، انما لما تيجي تشوف سيادتك امبارح ونرجع للحلقه، انا قلت بالنص كده اهو ان اللي بيتم تمويله باقي اللي بيجي من بره البنك المركزي هي شركات صرافه ومضاربه وبتاع، واحنا ما عندناش ازمه في الدولار. وانا قدام الاستاذ عشان خاطر مش عايز اوجه كلامي للاستاذ النيازي، الاستاذ شريف الحلو، هل كل السنه اللي فاتت التمويلات بتاعه اللي جت من دبي واللي هنا واللي اتمولت من شركات الصرافه والكلام ده كله مش تم تمويلها من السوق المصري؟ مش عائدات المصريين من الخارج بتيجي لبعض الشركات او بعض المضاربين اللي موجودين في السعوديه وموجودين في دبي؟ ده دبي دلوقتي بقت مسمى دلوقتي هي السوق المتحكمه في سعر الصرف في السوق المصري، وزي ما حكى الراجل بتاع امبارح وزي ما كل الاساتذه المحترمين والدكتور فخري وقال لك والاستاذ علاء عز اللي هو من الاتحاد كل دول قالوا واكدوا ان الموضوع فيه تلاعب، انما هنيجي نلبس دور البراءه والرحم وان احنا مالناش دعوه بحاجه ويجي يتهم
الناس اللي بتدور على صدر. انتم كمستوردين ايضا بتعمل بنشتري من الشركات تجار العمله حواليك؟ لا بنشتري منهم. انا قلت امبارح بنشتري منهم وبنشتري منهم هنا اهو وبيسلمونا في دبي، ودي حقيقه وانا هقدر انكرها، والبنك المركزي والاجهزه الامنيه والبلد كلها عارفه الكلام ده كله. واحنا اتكلمنا قلنا السبب في كده اخطاء قرار محافظ البنك المركزي اللي صدرت بحد الايداع. ما انا رايح اقول له يعني الغى نصفها اليوم فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين، وان شاء الله احنا متوقعين منه ينزل الباقي، لان هي السبب في الازمه وتحكم شركات الصرف وشركات السوق السوداء. وانا باكد الكلام اللي قلته امبارح ان المصيبه الكبرى هي السوق السوداء، شركات الصرافه، المتلاعبين في الدولار. وعايز تبرير من الاستاذ شريف الحلف يقول للناس اللي بتمول الممنوعات في البلد واللي كانت بتمول ايام الارهاب وتحويلات الناس اللي عملوا الجمعيات النشطه والثورين والكلام ده كان بتيجي ازاي؟ كان بيجيبوها في شنط في البتاع؟ ولا احنا زي ما احنا شغالين بالكلام ده كله وبنقول ان احنا يا جماعه في خطا في اداره عمليه النقد في البلد. يا بنك يا مركزي انت اديت فرصه لحتى ستات البيوت وقلتها امبارح بتروح بالتاجر بتسحب فلوسها بالمصري وبتروح. انا بشتري من البوت من بعض السوق. وبعدين انا بقول الكلام ده وعايز احله للنائب العام، وعايز احل الاسماء اللي هنقولها للنائب العام، واحل الاسماء اللي بيتكلم عليها بالنائب، وارقام القضايا موجوده والاسماء والستار اللي موجود لبعض الشركات الصرافه. مش هم دول اللي قاعدين بيقابلونا دول، لا ده في موضوع اكبر من كده بكتير. انما لو هنقعد نردح ونتكلم بالطريقه دي الكلام كتير جدا بالاسم والتاريخ والقدوه بتاعنا سامي علي حسن واشرف السعد والريان والكلام ده كله. ده سامي علي حسن بيدرس، سامي علي حسن بيقول لك ان احنا كنا بنسند الدوله، الريان يقول لك انا اديت الدوله لما كانت مزنوقه اديتها فلوس عشان تعمل اقتصاد. هل في نوصل في الدنيا ان بعض الاشخاص ايا كانت كونتهم هم اللي يديروا اقتصاد الدوله؟ هو ده اللي احنا بنقوله. كان بتبقى مراكب القمح واقفه والحق يا ريان ادينا فلوس عشان نسدد بتاع وسامي علي حسن سبب الازمه. سبب الازمه ايه؟ وبعدين احنا لما قلنا احنا ما كفرناش نقول ان في فعلا ما عندنا دولار موجود بس بيحصل فيه تلاعب، وهو اذا قالش غير كده الاستاذ شريف. طيب دكتور شريف، الدكتور شريف يبقى الكلام ده غير مظبوط اللي بيقوله. لا نقطه ثانيه بس وانا باكد عليها، ان كل الكلام اللي انا بقوله باكده بتاع الحلقه اللي فاتت واللي قبليها وللاستاذ اللي هو اساسا من المنصوره وجاي بيقول كذا وكذا وانا اعرفك، كل الكلام اللي قاله ده غير صحيح بالمره. هو بيقول لي انا بشتغل في حاجات انا ما بشتغلش فيها بالمره. هو بيقول لك انا بيعتبرك اكبر تاجر عمله في مصر. انا اكبر واحد ممكن بشتري منهم عمله هم انما انا بشتري عمله مضطر بسبب اخطاء الحكومه اللي اجبرتنا ان احنا نشتغل مع تجار العمله، ودي حقيقه انا ما بنكرهاش. واللي ينكر الكلام ده كله ده في اصحاب مصانع بيتاجروا في العمله، في اصحاب شركات بيتاجروا في العمله، وانا قلت امبارح الكلام ده كله، قلت في شركات سياحه بتتاجر في العمله، والناس اللي بتصدر بتتاجر في العمله، هو الكلام ده هندريه ونضحك بقى، انما نيجي نشوش عشان احنا نطلع الملائكه، الكلام ده مش مظبوط. طيب. وكل الشركات بالاسم يا استاذ انا هقول لك فلان، وفي شركات اتقفلت في ال 15 يوم اللي فات فيهم تمويل ارهاب وفيهم تمويل غسيل اموال. انا هكلم الاستاذ بس. دكتور شريف الحلو، شركات الصرافه يعني لا هم لا شياطين ولا ملائكه، يعني فيهم وفيهم. هو عدد قطاعا كبيرا من الشركات وقال لا ده وجه سيء في بيدمر الاقتصاد وبيمول الارهاب وبيغسل اموال وبيمول المخدرات وبيطلع الفلوس للخارج. لماذا تنكرون ذلك؟ احنا هنقول ليه حصلت ازمه ارتفاع سعر الدولار الايام دي. لازم احنا نبقى عارفين ان حجم الاستيراد فاق الحد، انه وصل ل 60 مليار واحنا بنصدر ب 20 مليار، فاحنا عندنا فرق في الميزان التجاري حوالي 40 مليار. ال 40 مليار ده بيدبر منين؟ من تحويلات المصريين في الخارج، من السياحه، من دخل قناه السويس. في مشاكل في الثلاث حاجات دولت، فهو سبب ان بقى في ضغط على الدولار. الاستاذ احمد بيعترف بيقول ان هو بيقبل يشتري دولارات في من دبي عن طريق بعض شركات الصرافه. هو في حاجه اسمها نموذج 4 بيروح يختمه من البنك. لو هو بيحول جزء من المبلغ يبقى اكيد بيغير في سعر الفاتوره. لو هي الفاتوره ب 100,000 دولار هو بيعملها ب 10,000 دولار ويحول 90,000 دولار من الخارج. هو اللي بيعترف بيقول انا بحول يعني هنا بيزيد ضرب الفواتير. طبعا بيضرب فواتير طبعا ده. طب ما دي ضرب فواتير. هو هيختم نموذج 4 ازاي؟ الجمال عندكم في البلاد اللي هناك. انما انا بقول رقم كده. انا بقول رقم. انا بنشتري براندات انا بقول رقم
يعني عشوائي، مش يعني مثلا لو هو بمليون دولار وعمل بمئة ألف دولار، لما كان حد الإيداع 50,000 دولار هيحط على شهرين 50 و50 وبعدين يحولهم ويقول للجمارك أنا محول المبلغ ده 100,000 دولار هي دي ثمن البضائع ويحول. طب هو لماذا يلجأ لتحويل المبلغ من دبي للخارج؟ يبعته للمورد بتاعه، أكيد لازم الفاتورة تتغير، لازم، مش معقولة هو هيحول له 90,000 دولار من برة وبعدين هيحول له 100,000 دولار من هنا. لازم احنا نتكلم، لما نيجي نتكلم عن المستوردين، لو شركات الصرافة فيها الصالح والطالح، احنا برضك في مستوردين، لازم كل واحد يفكر انت لو عايز تخدم مصر، طب ما احنا ننشئ مصانع. لماذا لا يتوقف المستوردين لما يرتفع سعر الدولار لرقم مبالغ فيه انه يتوقف لمدة اسبوع واحد؟ سيضطر ان شركات الصرافة التي تكتنز الدولار ان هو غصبا عنه لازم يبيع لو اسبوع يعني واحد، يعني يتوقف عن الاستيراد لمدة لا مش يتوقف عن الاستيراد، يتوقف عن الشراء. ان المستوردين النهاردة هو خايف ان الدولار يرتفع في المستقبل، فبيقوم بشراء الدولار اللي محتاجه هذه الايام ولمدة شهر او لمدة شهرين ويخزنه عنده، ويخزنه عنده فيقوم السوق فيسوق فضغط على السوق فالسوق بيرتفع. هو الدولار زيه زي اي سلعه، عرضه وطلب. لو احنا طرحنا، طب هو مستورد وهو كده بيقلل تكلفته، هي عنده ما هقول لحضرتك حاجه، لما يجي يقلل تكلفته، لما البنك المركزي بيدبر للمستوردين الدولار على سعر مثلا 7.83، هل هو بيدرب سلعته على نفس السعر ده ولا بيدرب سلعته على سعر السوق اليومي؟ هو بيدرب سلعته. يا دكتور، هو البنك بيمول لنا؟ والبنك نعم؟ بيمول لنا؟ البنك بيمول لنا؟ طب هو 521. لا انا عايز اقول لحضرتك بس، هو البنك بيمول لنا؟ انا ما اعرفش حضرتك بتشتغل في ايه، بس البنك في الاجهزه الكهربائيه والتلفزيونات والثلاجات بيمول حاجات كتير. هل البنك بيمولها؟ طب الاجهزه الكهربائيه هو احنا بنلجا ليكم ليه؟ انا رحت بنلجا ليكم ليه؟ انا بعد اذنك يا استاذ وائل، انا مش عشان البنك ما بيمولش، عشان بنك لا ده انا باكد كلامك، انا باكد كلامك. يعني انا رحت اشتري من احد المحلات في الاجهزه الكهربائيه جهاز لصنع البن ومكتوب عليه السعر، ولما رحت احاسب راح قال لي ده سعره زاد دلوقتي 400 جنيه. قلت له ازاي ده، هو انت حضرتك حاطط السعر المعلن قدامي نقدا كذا وكاش كذا، انا مش هاخد الحاجه. وانا توقفت عن استلام الحاجه وكتبتها على الفيسبوك. اتصل بي احد المستوردين لنفس الماكينه وبعها لي اقل من السعر 400 جنيه، وقال لي احنا مش لاقيين نبيع والناس هي برضو بتغالي. لو في شركات الصرافة بتضارب، في مستوردين بتضارب، ما ينفعش انا كمستورد استورد سلعة موجود لها بديل محلي في مصر، لكن انا عشان شاطر في الماركتينج وفي التوزيع انا بعرف اوزعها، لكن كل الناس بتقول ان بيحب مصر لكن هو بيلبس ساعة مستوردة، بيلبس بدلة مستوردة، بيروح يتعالج برا ويجي يقول انا ايه، انا بحب مصر. لا، اللي بيحب مصر يفكر يعمل زراعة، يفكر يعمل صناعة. ارتفاع سعر الدولار قد يكون خير على مصر. ازاي؟ احنا دلوقتي في عندنا اتفاقية بين مصر والدول الاوروبية ان الدول الاوروبية في المواد الغذائية معفاة من الجمارك، ما بيدفعش الا ضريبة مبيعات. احنا ممكن واحد الفول المدمس دي حاجة مشهورة بيها الشعب المصري، ان الناس بتستورد فول من انجلترا، تكلفة سعر استيراده أرخص من سعر إنتاجه في مصر. ليه؟ لأن احنا ما دخلناش التكنولوجيا والميكنة في زراعة الأراضي، فأصبح إنتاج الفدان نفترض تن، لكن بتاع إنجلترا بيطلع 5 طن. سعر الدولار الدملة لما بتكون مدعمة خلى السلعة لما تستورد من برة أرخص من هنا، لكن لو الدولار ارتفع قد يكون هو له أثر على الناس البسطاء، وقد يكون في ارتفاع للاسعار. لكن الخوف، احنا خوفنا من ثورة الجياع هي اللي مخليانا ان احنا نثبت سعر الدولار فترة كبيرة. نتمنى من كل المستوردين الكبار ان هم، ان معدل الربحية في مصر معدل عالي جدا. طيب انت خلينا ناخد استاذ ناصر قبل ما اسال بقيه ضيوفي المهندس محمد بركه. استاذ ناصر ابو شادي، استاذ ناصر اتفضل. استاذ ناصر سامعني؟
الثاني الاستاذ استاذ استاذ خالد زكي. استاذ خالد اتفضل. مساء الخير استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. بس على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. باختصار شديد انا بتعامل بالعمله تقريبا بشكل دوري مع الصرافه تقريبا في الاسبوع مرتين او اكتر. الاستاذ اللي على يمين حضرتك انا طبعا للاسف مش عارف اسماء اللي هو اللي على يمين حضرتك تقريبا مستورد حاجه زي كده. الاستاذ احمد شيحه. جميل جدا كلامه مظبوط فعلا كويس. والمشكله كلها في شركات الصرافه بالفعل. ايوه اللي على الصوره دلوقتي كلامه مظبوط بالفعل. والشركات احدى الشركات اللي ذكرها واتقفلت فعلا اتمسك فيها وانا شفت ده شفت الشرطه وهي بتحاصر احدى الصرافات اللي ذكر اسمها التوحيد بالتحديد كويس. واحدى فروعها اتمسك فيها مش هقول لحضرتك ملايين الدولارات انا مش فاكر رقم مبلغ مبالغ فيه كويس. وانا شخصيا لما بروح اغير كويس بيدوني بريت عالي. انا طبعا ده مصلحه بالنسبه لي بس انا في للاسف ببقى زعلان جدا. انا ببقى زعلان يعني كل ما باخد ريت عالي انا بزعل. بصالحي اوكي باخد فلوس زياده. بتزعل ليه؟ بتحس انه ده في النهايه نزيف للاقتصاد يعني. بالظبط كده بالظبط. انا مستفيد قد ايه من اللي انا بغيره؟ انا مستفيد قد ايه بشكل شخصي؟ انا مستفيد كتير جدا اوكي بشكل شخصي. هيبيع للبنك فين من ده؟ هيبيع الدولار للبنك. البلد فين من ده؟ مين اللي بيبيع الدولار للبنك؟ هو زعلان. هو زعلان اللي هو زعلان انه بياخد الريت اعلى من البنك. طيب لان التكلفه بتبقى اعلى. هو بيعلى عشان ايه؟ هو زعلان. لما انا باخد بزياده ب 2 جنيه من عندك بتبقى على المستهلك. هو زعلان وهو متضرر. كان باع الدولار والبنك بيدبر. ما احنا بنقول اخطاء البنك ان هي خلتنا نضطر ان نروح لكم. يا استاذي اديني فرصه من فضلك. اديني فرصه. اتفضل. انا بدخل صرافه بغير كويس. انا عارف انه 8 جنيه 73 7 جنيه 80 هو بيديني زياده اقول لا مش عاوز زياده مش عاوزها خدها باخدها طبعا. انت مشترك في الجريمه. خدها بس انا ببقى زعلان. مشترك في الجريمه ايه؟ طبعا إيه. هو مشارك في وعلى فكره هو بيساعد شركات الصرافه ولو باع له بالسعر الغالي ما هو برضه مشارك في الجريمه. وانتوا ما بتشجعوش على الجريمه. احنا وسطاء بين المستوردين بيقولوا لا انا مش عارف المستورد. يا حضرتك لو سمحت لو سمحت يعني انت قلت عن نفسك وسيط لكن قلت عليه مشارك في الجريمه. لا طب انا يبقى انا شريك في الجريمه. طب احنا الثلاثه. يبقى لو يبقى احنا الثلاثه البائع والمشتري والوسيط. طيب انت بتقول انا وصيت. هو زعلان هو ندمان. طب ندي فرصه للمتصل. طيب اتفضل. يا استاذي لو سمحت من فضلك اتفضل. ده اتس هيز بزنس. ده شغله هو اللي مرتكب الجريمه مش انا معايا الدولار بدي له فلوس بيديني زياده اقول له لا مش عاوز الزياده والله خليها لك او يعني لا انا اللوحه بتقول كذا باخدها بس انا داخلين ابقى زعلان. وعلى فكره بتعامل مع شركات صرافه كتيره جدا وخصوصا اي صرافه جنب وسترن يونيون لازم يركزوا عليها كويس جدا. كل اللي بيخرج من وسترن يونيون على اقرب مكتب صرافه برضه بيدي ريت عالي جدا. معايا حضرتك؟ بتوجه لك استاذ احمد فغالي. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم وعلى ضيوفك السلام. اهلا وسهلا اتفضل. بقول لحضرتك انا في شركه استيراد دوره حضرتك انا اللي ماسكها حضرتك قانونا احمد شغالي محامي حضرتك. كان في ازمه تدبير الدولار الشهرين اللي فاتوا حضرتك اللي حولنا 500,000 دولار عن طريق دبي والسويفت جاي من دبي. جبنا موافقه من البنك الاماراتي حضرتك بفتح الاعتماد. انت خدت بتحولها دبي ازاي؟ عايز افهم. 500,000 جايب من دبي. لا من الاردن حضرتك. 500,000 دولار اتدفعوا حضرتك من هنا لشركه صرافه هنا في المنصوره وجابت السويفت. جبنا السويفت جالنا السويفت من الاردن حضرتك. من المنصوره. طب وختم نموذج 4 ازاي؟ عن طريق البنك الاماراتي. جاب لنا نموذج 4 حضرتك. سلع غذائيه مش مهم تمويل. سلع غذائيه. استيراد الدوله حضرتك يعني ايه؟ قانون الاستيراد كويس يعني طيب. سلع طبعا. امال ايه؟ سلع غذائيه.
هتحول من في في أوه. في نقطه ثانيه استاذ وائل عايز اكلم حضرتك عليها. اتفضل اتفضل. مش عايز اعرف قبول من المشروع. ممكن المحافظ البنك المركزي لا يعرف بيها لا ما يعرفش، دي حاجه بقى في علم ربنا سبحانه وتعالى. فانا ببلغ حضرتك بقول لك بالنسبه للتدبير البنوك، التدبير البنوك يعني البنك بيدبر 500,000 دولار 500 مليون دولار اللي هو بيقول هيدبر بيهم للناس، بيدي تدبير للناس اللي هم حضرتك واخدين قروض من البنوك. معايا حضرتك يا استاذ وائل؟ اه. بيدبر دولار للي واخدين قروض من البنوك. معايا الفرق اللي 2 جنيه دوت بيعمل 400 جنيه للراجل المستورد اللي هو بياخد قرض من البنوك يا استاذ وائل. يعني الدولة ما تستفدش بال 2 جنيه اللي فرقهم في 500 مليون دولار بمليار جنيه، الدولة تخش تجيب الدولة بدل ما تخش للمستثمرين والمستوردين، وبيعمل فرق سعر للراجل المستورد الجنيه الساغ بيعمل 2 جنيه، اضرب 2 جنيه في 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 400 قرش في 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 400 جنيه في 100 جنيه في 200 ساغ في 100 ساغ في 2 جنيه ب 200 ساغ اضربهم في 2 جنيه ب 400 جنيه بيخش جيوب المستوردين يا استاذ وائل. بيخش جيوب المستوردين. يعني لما يجي يستورد 1000 طن ذره او 1000 طن قمح في الشهر واحد يدخل له 400,000 جنيه. الفلوس دي بتروح لمصلحه. بيوفروا له اللي البنك بيوفر له. في الشهر الواحد يدخل له كام؟ اللي البنك بيدبر له يا استاذ وائل. البنك بيدبر للناس اللي واخدين قروض من البنوك زي احمد ابو هشيمه واحمد عز حضرتك والناس اللي والسويدي والناس ديت حضرتك. طيب. الجنيه الساغ بيفرق معاه 2 جنيه ويجي يقول لك الاسعار الدولار يزود 2 جنيه واخدين الدولار الجنيه الواحد الساغ بيفرق عليه معاه 2 جنيه ارباح حضرتك بسبب تدبير البنوك. بتوجه لك بالشكر. معانا استاذ محمد فرغلي. استاذ محمد علي. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اهلا بيك. اتفضل. انا اسمي علي محمد علي شغال في شركه صرافه وللاسف هي من الشركات اللي قفلت من قرار البنك المركزي. قفلت ليه؟ قفلت عشان في مخالفه، ومخالفتنا احنا مش ارهابيين يا استاذ وائل. ايه المخالفه؟ ارهابيين؟ اه مخالفه من المركزي. ايه؟ فرع من الفروع بتاعتنا، احنا شركه محترمه كبيره المفروض ليها كذا فرع في الجمهوريه كلها، وفي الاخر قفلت عشان في مخالفه عندنا في فلوس زياده في الفرع. في فلوس ايه؟ زياده في الفرع. كان في فلوس زياده في الفرع. زياده في الفرع. اه دي مخالفه المفروض يتحكم، يعني الاجراء بتاعها شهر شهرين ثلاثه بالكثير قوي، احنا خدنا مخالفه، احنا 150 اسره يا استاذ وائل كلهم اترفضوا، معظمهم قاعدين في الشارع مش لاقيين شغل، ايه حلها؟ اللي احنا شركات صرفه كلها تتقفل عشان الناس كلها تقعد في الشارع؟ ده مش الحل، الحل الوحيد يا استاذ وائل اللي الحكومه تدبر للمستوردين. طب انت الاستاذ احمد، استاذ احمد شيحه بيسالك مدير فرع في اي بلد انت؟ انا في شرم الشيخ يا باشا، انا هنا انا شركه من الشركات الاكل في مصر، وانا في فرع من فرع شرم الشيخ. لكن حضرتك طيب. لو الحكومه وفرت دولار للمستوردين او خلت السعر يبقى رسمي وتوفر ابراهيم، كنا شغالين الاول، احنا يا فندم كنا بنبيع الدولار للبنك، نروح انتر بنك على طول نروح نبيعه، وكنا شغالين 100 وما فيش اي مخالفه. طيب بتوجه لك بالشكر. الشركه دي اربع فروع قفلوا على فكره. اه الشركه دي قفلوا اربع فروع. ليه؟ لا كل الفروع إيه؟ لا كان الاول اربع فروع. لا كل الفروع وهو الاخ ده خرج وقال لك احنا 300 اسره. معانا يا جماعه بس خلونا في الناس بتوع الشط بيبقى يشطب الشطب ولا قفل الفروع المخالفه. شطب. معانا مين؟ استاذ ابراهيم امبابي نائب رئيس غرفه الصناعات الغذائيه. استاذ ابراهيم اتفضل. مساء الخير يا وائل بيه. مساء الخير اتفضل. مساء الخير على ضيوفك. اهلا وسهلا. ارجو ان احنا نكون واقعيين وضيوفك اصحاب شركات الصرافه يحترموا ذكاء المستمع. ليه؟ ارجوك. ليه بقى؟ انا هفترض فيهم ان هم وطنيين فعلا. هسال الدكتور شريف الحلو، سيادتك هتبيع لي دولار ب 7.83؟ مش هيبيع لي 7.83. لو انا اشتريته ب 7.83 هبيع لك ب 7.88. احمد ابو خير ثانيه واحده، ما ارجو ما يعني الاستاذ نيازي دخل في الاستاذ احمد دخله ملهاش لازمه، ارجو يسمعني عشان نحل المشكله. اه عشان نحل المشكله نستمع لبعض. احنا النهارده ازمه الدولار الصرافه
فعلا هي اللي بتحول وبتاخد 7%، فعلا هي اللي بتزاير على المواطن اللي جاي له 5000 دولار يقول له تعالى الشركين جنب بعض، واحده تقول له بتسعة، واحده تقول له بتسعة ونص، انا النهارده مستورد هجيب منين؟ انا بتحمل كسلع غذائيه بتحمل الفرق ده ومش قادرين نزود اسعار لان عندنا انتماء للوطن. احنا النهارده تعالى يا محافظ البنك المركزي احنا مش هنخترع العجله، يا ريت يعمل زي ما الدكتور يوسف بطرس غالي عمل سنه 2001 2003 اي اول ما ظهرت الدوراره في مصر، عمل الاتي: يا بنك بعد اذنك رجع الانتر بنك، رجع خليك انا مستورد ما اجيبش دولار من بره، جاي له دولار من التصدير على دماغي ما اروحش اجيب من الصرافه، والصرافه هي اللي تبيع للبنك، البنك اللي يتحكم بالسعر، مش انا النهارده بقى تحت رحمه بتاع الصرافه ده ب 9 10 والتاني ب 10 جنيه والتالت ب 10 وانا مضطر المركب واقفه في المينا، لو ما دفعتش وجبت بالغالي الغرامات بتاعه الحاويات تخرب بيوتنا. فمعلش الدكتور شريف الحلو والاستاذ نيازي يا ريت يا ريت يحترموا عقول الناس، اللي سبب رفع الدولار هم الشركه مش المستورد. احمد بقى يعمل ايه؟ عايز عنده مركب في الحاوي، عنده 4-5 حاويات، ان ما جابش دولار من بره وطلع وراح دبي وراح السعوديه هيتخرب بيته. يعني خليهم طالما احنا ناس وطنيين واحنا مصدقينكم يا عم. طب وشركات الصرافه ليه بتحملها هي المسؤوليه؟ لان هي الوحيده اللي بتضارب، لان خيبت قراراتنا الاقتصاديه. انا النهارده لو انا محافظ بنك مركزي صح، تعالى يا عم انت بتبيع بوصله ولا ما تبيعش؟ وما تبيعش يعني خد 5 ساغ بس كفايه، خد 5 ساغ ما تاخدش 2 جنيه. ارفع يا سيدي يا سيدي خلي البنك يحطه ب 8 جنيه ونص، جنيه ونص ب 7 3 جنيه، يعني في حد بيشتري ب 8 جنيه ويبيع ب 9 ونص؟ والله انا بقترع عليك يا وائل بيه بعد اذن ساعات انت جبت حد في حد بيشتري في حد بيشتري دولار ب 8 جنيه ويبيعه ب 9 جنيه ونص؟ تجيب حد من الاموال العامه يحضر في حد بيشتري ب 8 جنيه ويبيع ب 9 جنيه ونص؟ ليه الاموال العامه بتقبض عليهم يعني؟ لا لا عشان يشوفوا الحقيقه، الناس دي عارفه كل حاجه يعني، عشان خاطر نشوف مين اللي بيشتغل في وياخدهم وماشي يعني يعني والوطنيه لو احنا ناس استاذ وائل البرنامج بتاعه مشهور بالقبض على لو يجيبوا لو يجيبوا التسلسل بتاع تاريخنا يقولوا احنا مين ولا هم مين. اذا انت لا انا مش خايف، انتوا سمسره مو يعني، عايز افهم الراجل بيقول لك اكسب 5 قروش بس. ما فيش حد بيكسب اكتر من ما فيش حد بيكسب لا مواد غذائيه، ده ما حددش هو ايه مواد غذائيه بس ما تكسبش 2 جنيه مفيش حد بيكسب 2 جنيه حضرتك جنيه. في ناس بتبيع دولار ب 7 جنيه 83 وشركه الصرافه بتبيعه 9 83 بس انت كمان مش جمعيه خيريه يا استاذ احمد، انت تقول للوطن ومن اجل الوطن ماشي أيوة يعني لا ما انتش جمعيه خيريه، ما انت عايز تكسب. ايوه ما انا بقول لك بكسب قرش او 2 مش 2 جنيه. الراجل بيقول لك 25 مليون يعني ضاعوا، فقال لك الحمد لله انهم دول اللي ضاعوا. لا لا دي مش حقيقه، لا لا حقيقه وانت عارف هو مين بس بلاش نجيب سيره حد وهو ب 10 يبقى انا باخد في المية عشان هو راجل محترم. الكلام ده مش مظبوط، كلام بيشتغل في حاجات تانية مظبوط مش مظبوط خالص. انا هامش طب هو بقى هامش ربح بتاعي يا استاذ وائل استاذ وائل او ثلاثة البيبي يقول لك لا مفيش ولا شركة صرافة، الراجل اللي داخل المحترم ده قال لك احنا قفلوا لنا الشركة بتاعتنا اللي هو بتاع شرم الشيخ، كان عنده فلوس يعني زيادة في احد الفروع. بس سؤال يعني في مخالفة ولا مفيش مخالفة؟ مفيش حد في مخالفة ولا مفيش مخالفة؟ برضه انت عند حضرتك لا ما عنديش في الاستيراد لا ما بتاجرش في العملة ما بهربش من العملة. هل انت لما بتيجي تتحاسب انا بضرب فواتير لو سمحت بضرب فواتير لما حضرتك بتحاسب الضرايب، الضرائب لا تعترف الا بسعر الدولار المعلن في البنوك. انا عايز اسال لما حضرتك ثانيه واحده انت بتقول بتكسب قرشين لو سمحت اكمل، انت عارف الازمه اللي انت بتعملها دي؟ لو سمحت هي دي واحده بس يا دكتور يا دكتور لا انت بتهرب، لو انت اللي جالك ب 7 3 ما هربش انت بتهرب انت اقرب منك ومنك لو سمحت لو سمحت سيبني اتكلم سيبني اتكلم بتقول لي ان انا بكسب قرشين لو سمحت خليك سيبني اتكلم. لو 7 3 80 اللي يجي يعرضها عليك واخده ب 7 5 انت حضرتك بتقول ان انت بتشتري الدولار بسعر من الصرافه بسعر السوق السوداء. حضرتك لما بتيجي تحاسب الضرايب، الضرايب بيحاسبك على السعر الضرايب بسعر انا بس ثانيه واحده بيحاسبك على السعر المعلن وتقول زراعه وتجيب الفرق منين وانت مالك انت مسدد الفرق منين انت مالك ومال الزراعه ومالك ومال الصناعه؟ خليك في التهمه اللي احنا بنتكلم اللي انت اتهمتني بيها. انا راجل بتاجر في المخدرات وانا ما بشتغل في العمله وانا مش عارف ايه وانا عشان كده انا بطلب مباحث الاموال العامه تيجي تحقق في الكلام ده عشان يتحبسوني حضرتك يشوف انا كلام مظبوط. انت برضه اتهمت
شركات الصرافه. ايوه وبتهمه ما زال، وبقول وما زال، وبالاسماء وما زال، وبمعاونه ارهاب، وبمعاونه قاتله، وبمعاونه بدون مستندات. هو انت فاكرين انا بقول كلام مرسل؟ ايوه. لا حضرتك فين فين المستندات يا استاذ؟ الراجل بتاع الصرافه قال لك احنا قفلنا، وقال لك لا احنا ما قفلناش. طب ليه ما حصلش المشكله دي من في العشر سنين الاولانيين في شركات الصرافه من 91 ل 2001؟ عشان القرارات اللي صدرت والاحتياط النقدي اللي ضاع، واللي كانت طب الفلوس الاحتياط النقدي والثوره 25 يناير. طب ما انتوا بقى الوطنيين ما دعمتوش للاحتياط الوطني بالمكاسب اللي انتوا بتكسبوها دي؟ انهي مكاسب؟ ما تكسبوش. هو عشان بيقول لك ايه جايب بدله، جايب بدله مستورده، ده انت لابس ساعه ب 60,000 جنيه. هو حاجه، والثانيه اللي انت راكبها دي بكام؟ بس عشان الله. هو حضرتك لا يعني عايز يدلل انه يعني شركات الصرافه هي المتحكمه الان بالقطع في حركه السوق المصري وفي العمله وفي الدولار، وهي اللي تستطيع انها الدولار تخنق الاقتصاد او لا؟ دي مؤامره على مصر، دي مؤامره على مصر. حجم الدولار، طب هم هيشتركوا في مؤامره؟ ايوه طبعا. مش في حجم الدولار يا استاذ وائل، هم اللي عملوا المؤامره دول، مش بتسموا حجم الدولار المتداول من 90 لغايه الان. حجم الدولار المتداول في شركات الصرافه يوميا لا يتعدى 20. حد فيكم بس يتكلم 50 مليون دولار كل يوم. احمد استنى، حجم الدولار المتداول نقدا في شركات الصرافه لا يمثل اكثر من 20 مليون دولار يوميا. لا يمثل اكثر من 20 مليون دولار يوميا، واحنا حجم الاستيراد بتاعنا اشك. لا صدقني هو اكبر من ذلك. اشك لا لا، بقول لحضرتك الدولار البنوك هو مع ذلك هو مبلغ مش قليل، بس اشك بقى. لا مفيش هو ده مفيش اكتر اعلى يعني مليار دولار في السنه. يعني 50 مليار دولار في السنه تقريبا في اليوم يعني. 20 مليون 20 مليون دولار في اليوم. طيب هو يبقى يعني 50 مليار في السنه، دولار في السنه. هو حضرتك ودلوقتي انت احنا لان 600 في الشهر 250 يوم السنه، عشان الخمس ايام احنا بنشتغل الاسبوع خمس ايام، الجمعه والسبت اجازه. طيب عشان بس احنا خدنا حق المهندس محمد بركه في الكلام. اتهامات متبادله. لا مش متهمين، احنا مش متهمين، انا مش متهم اساسا. طيب انا راجل مصنع ومستورد، يعني بشتغل الشغلتين في مصر، عندي مصانع وعندي استيراد تجاره. لا البنك المركزي بيدبر للمصانع ولا للاستيراد. فانت هنا وانا بستورد يعني سلعه استراتيجيه. بتستورد ايه؟ بستورد اطارات سيارات. ولا غنى عنها، وما عندناش الصناعه دي موجوده في مصر عشان نقول ان احنا نستغنى عن هذه السلعه. معقول اطارات سيارات ما عندناش؟ لا ما عندناش. احنا عندنا مصنعين. مش ده فشل؟ ده فشل ذريع. احنا عندنا مصنعين، واحد ناجح واحد ساقط. الناجح يصنع اطارات النقل، والفاشل يصنع اطارات الملاكي، ويعتمد على البيع للجيش والشرطه ومصانع السيارات عشان يعملوا نسبه في الانتاج المحلي في السياره فقط. واول ما بتشتري السياره حضرتك من المصنع بيقول لك لو سمحت اول ما تخرج غير الكاوتش المصري ده، لانه هيبوظ عفشه العربيه لانه كاوتش ساقط. فانا لما بستورد حضرتك، انا بستورد بكامل القيمه، ما فيش حاجه تلاعب في الفواتير، كله تحويل 100%. بتجيب دولاراتك منين؟ من شركات الصرافه. وشاري بصراحه واقف من ساعه ما عدت 9 وربع. توقفت خالص ما بشتريش. طب ليه ما جبتش وخزنت؟ ما انا مخزن. ما انا مخزن. ما اكذبش عليك، انا مخزن كتير. مخزن مخزن. ما هو ده ضغط على السوق. طبعا كل في حسابه في البنك ده رسمي. في البنك. يعني كل مستورد حتى انا فاهم حسابه في البنك. كل مستورد كل مستورد مخزن يعني. لا احنا مستوردين حضرتك، احنا كمستوردين. طب ما انتش متوقع بعد خطوه البنك المركزي انه ينزل فتره؟ ينزل يا ريت. كله رسمي ينزل. ده راجل من اكبر مستوردين في مصر. يا ريت حضرتك ينزل، انا بتمنى. انا حضرتك بورد لمصانع سيارات، وبضرب الدولار على 7.83 وانا بورد. بجيبه من السوق السوداء وبضربه على 7.83 وبحاسب على 7.83 الفرق. احنا عندنا اتفاقيات مع المصانع حضرتك، لازم نستورد كم معين. طب قول لي من واقع خبرتك اللي بيهمني، يعني ايه الجنون ده في ارتفاع اسعار الدولار اللي وصلنا انه كل يوم تصحى الصبح بتلاقي 10 قروش زياده او اكثر؟ احنا في طبعا هي
هي سلعة عرض وطلب زي أي سلعة، زي الأكل زي الشرب زي أي حاجة، عرض وطلب. العرض أقل من الطلب وبالتالي لازم يطلع السعر. شركات الصرافة حضرتك أو تجار العملة بيبقوا صحيين الصبح زي ما يكونوا قايلين لبعض السعر، يعني بنسأل كذا واحد نفس السعر وبنشتري وخلاص. لكن طبعا احنا ما نقدرش نتوقف على الاستيراد لان احنا عندنا اتفاقيات مع شركات وتعاقدات بره، ما اقدرش اوقف انا الاستيراد علشان الدولار طلع، وما اقدرش برضه اقول للشركه اصل انا مش لاقي دولار او الدولار علي او مش عارف ايه، يعني هو مش هيسمع كلامي، ممكن جدا ياخد التوكيل يديه لحد تاني وحد تاني. التزام في التزام في الاستيراد، واحنا ملتزمين بتنفيذ عقود وملتزمين بتوريد لمصانع وملتزمين بتوريد للسوق، وفعلا في نقص في البضايع، مش مفيش يعني حتى هذه اللحظه فيها نقص في البضايع. طبعا حضرتك الدولار ده السيطره عليه من اصعب ما يكون، لو شركات الصرافه دي ما اتحدتش مع بعض وقالوا ان بكره هنشتري زينا زي البنوك، عمر الدولار ما هيقدروا يسيطروا عليه ولا الدوله تسيطر. طب والناس اللي خارج شركات الصرافه واللي خارج صرافه موجود 90 مليون اللي بيشتغلوا؟ لا مش هنقول 90 مليون لا مش 100000. ما انت بقى قول الكلام ده، قول ان احنا بس انتوا بنشتغل رسمي وفي ناس بره الصرافه بتشتغل. انما ما تقولش قول ان في ناس ثانيه لو حضرتك قول ان انا ملتزم بس في ناس ثانيه مش ملتزم. تستطيع السيطره بس 90 مليون يعني كمل بس كمل محمد بركه كمل. يعني انا مثلا كل الوقت بيشتغل على دلوقتي انا فاتح شركه. انتوا تستطيعوا يا استاذ احمد السيطره على سعر الدولار؟ انا 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 هثبت لك حاجه بالدلائل وبالواقع على ارض الواقع. أي. مش هنقول كلام مرسل انا بس قبل ما كمل استاذه ايمان عشان الناس بتنشف على التليفونات. استاذه ايمان اتفضلي يا فندم. انا اسف استاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا مديره باحدى شركات الصرافه. انا مديره باحدى شركات الصرافه. احنا عندنا شركات صرافه نسائيه. ايوه والله. انا برحب بالدكتور. بشوف المين رجالي في معظم في فعلا. لا كتير. ايوه جايز انا ما صادفتش بس. طب اتفضلي. انا برحب بالدكتور شريف واستاذ احمد، وبقول للاستاذ احمد شيحه انت فعلا بتهاجم شركات الصرافه هجوم عنيف جدا. احنا من مصلحة شركات الصرافة انها لما بتستثمر فلوسها في مليون دولار بتكسب هم الالفين جنيه، في مليون جنيه بتكسب الفين جنيه لما بيكون الدولار بعشرة جنيه، ولو الدولار بسبعة جنيه بتكسب هم الالفين جنيه. يعني الزيادات دي عايزة تقول انت مش مستفيدة منها يا استاذة ايمان. احنا مش مستفيدين منها. استفيد منها ازاي؟ انا مش بكسب التلاتين قرش ولا الخمستاشر قرش، انا كده كده بكسب قرشين بس. دي حقيقة. بترجع للزبون. الزبون النهارده سابق شيء. اذا كان في يوم، اذا كان انت لو قعدتيه عندك بس يوم هتكسب 10 قروش دلوقتي. لو في واحد يا سؤال، لو في واحد عندنا الدولار يحمض. هقول لحضرتك الطلب اكتر من الخضار يا استاذ. انا يعني بقول لك الطلب اكتر من العرض. بتتكلم جمهورك بالبلد بالبساطه. الطلب اكتر من العرض. الصرافه امتنعت عن النقل عشان كلها بتخزن دولار. عمرها ما تخزن دولار. عمرها ما بتخزن دولار. لو واحد وسنين ممكن انا لو سنيت اي حد بكره لازم يبيعه على بكره. طيب عشان المتصله بس صوتها ضعيف. انا ابيع فضل. المكسب بيتحقق لما انا اكون شاريه وببيع. ازاي انا اخزن دولار؟ ازاي اكسب؟ لازم الحاجه اللي هشتريها ابيعها عشان اكسب. عمري ما خزنت مليون. هقدر اخزن الثاني؟ هقدر اخزن الثالث؟ مش هقدر. راس مالي خلص. فانا هم المارجن في المكسب هو القرشين بين الشراء وبين البيع. استثمرت ب 10 مليون جنيه هكسب ال 2000 جنيه، استثمرت هم القرشين، فمش من مصلحه شركات الصرافه خالص انها تعمل كده، ده نقص فعلا في الدولار في السوق وبرضه بيخضع بالعرض والطلب. استاذ احمد بيقول ما فيش نقص دولار في السوق، في فساد ومضاربه. ما فيش فساد ومضاربه، هي عمله زي هي يعني سلعه زي اي سلعه متعرضه للعرض والطلب للسوق. طيب بس يعني الحقيقه انا يعني اما بشوف الارتفاع الكبير كده في الاسعار يعني ما تقوليش انه ده الوضع ده بتكسبي فيه هم القرشين اللي كنت بتكسبيهم قبل كده. لا هم القرشين هم القرشين. لان حضرتك لما بيجي جدا بيزيد 10 سنت في عيشه.
انت عارف لو الدولار لو الدولار نزل من بكره هتلاقي الدولار كل الناس اللي مخزنه دولار هتبيع على مستوى الجمهوريه واللي أيوة اللي في النجوع واللي في الارياف واللي هنا واللي هنا هيبيع. ورجال الاعمال هي لو طلعت بالله العظيم هتلاقي الدولار بكره ب 8 جنيه بكره الدولار اللي عندها. انتم من تستطيعون اقسم بحلف لك بالله خفض سعر الدولار وبعدين احنا تحت احنا دلوقتي تحت قياده راجل محترم الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي راجل بنكير محترم فاهم بالظبط واحنا عايزين نساعد الدوله احنا مش من ضمن الناس اللي بتخرب في الدولة بالعكس احنا واقفين مع الدوله من سنه 99 الى الان بس في جانب منكم يتصح عليه التهمات استاذ احمد تمويل ارهاب غسيل اموال لا مش تمويل تمويل مخدرات عيب يا استاذ تلاعب بخوض الشعب انا حشرات مكسبه يا استاذ وائل انا هرد على استاذ احمد برضه دي واحده يا جماعه الفلوس دخلت دي واحده احنا مش بتوع الكلام 2010 امال احنا وقفنا مع دخلت 2010 طب يا جماعه بس يا جماعه طب هو تم القبض على حسن مالك 2011 ده حسن مالك ده راجل محترم وانا بكن له كل تقدير واحترام انا بنتكلم على حد تاني بينتسب برضه عندهم في كذا شركه اخوان هم اللي كانوا بيجيبوا الفلوس وبيمولوا بيها الارهاب وبيمولوا بيها الجماعات الارهابيه في شركات اخوان صرافه اخوان لو انكر اقول له بالاسم بوضوح كان في لم يذكر تجهمت انا بسال سؤالا واضحا مش انتوا ايديكم في السوق ايوه سوق الصرافه في شركات اخوان صرافه كانت شركه واحده فقط بس كان فيها احد الاعضاء من جماعه الاخوان المسلمين شركه واحده فقط فين دي اوعى تقول لي بتاعه محمد ابو تريك لا 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 لا, لا. شركه واحده فين فقط فين 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 نعم فين الصباح للصرافه بس 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 الشركه الوحيده التي ينتمي صاحبها الدكتور اسامه سليمان كان للاخوان المسلمين ده بس هو بس. ده انما طب انا بقى انا بس بستاذن حضراتكم ليس معنا اسمعوا استاذن حضرتك بس استاذن حضرتك بس انت كان من باب اولى بدل ما تيجي تاخد الشحنه اللي انت جاي وبترمي تهماتك تقول احنا شركات صرافه بنشتغل في الاطار القانوني ولكن في شركات صرافه ما بتشتغلش في الاطار القانوني وشركات الصرافه مش بتتحكم في السوق السوداء في ناس تانية بيشتغل وانت تعلم ان في ناس بتشتغل في البيوت وفي ناس بتشتغل في المحلات وفي كلام ده بره سوق الصرافه انما انت عشان خاطر حاسس ان في حاجه وجعتك او انا قلت كلام مرسل زي ما انت ما بتقول وكلامي مش مرسل عشان كده لما بقول للاستاذ وائل لو سمحت هات لنا حد من الاموال العامه عشان انا لو غلطان يتحقق معاه ويروح يعني دخلتك كانت داخله مش مظبوطه واللي دفعك واللي دفعك الى هذا الكلام واللي قال لك هذا الكلام افهم بس يا استاذ افهم بس لا 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 اللي قال لك هذا الكلام اللي قال لك هذا الكلام عمره ما كان في اقتصاد يضرب الامن لا لا هذا الكلام لا 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 يستطيع انه كان يقول دكتور شريف عشان كده انا بقول استاذه ايمان تعليق اخير يا جماعه عشان بس المتصله وبعد استاذه ايمان اتفضلي فهو ده رأيي لا يصح التعميم خالص على شركات الصرافة إنها بتضارب شركات الصرافة مش بتضارب ولا من مصلحتها هي شركات فاتحة في ناس كتيرة جدا بتاكل عيش وشغالة فيها هي بتكسب هم القرشين أو الثلاثة بالكتير لو كان السوق كويس في السعر القليل بتكسبهم في السعر العالي هم اللي بتكسبهم هي مش من مصلحتها إنها تعلي السعر كانت حاجة كويسة جدا للإنتر بنك الإنتر بنك لما وقف هو برضه عمل ازمه في الدولار طيب. لكن البنك لما كان فاتح الانتر بنك كان كل الشركات بتدي لهم الدولار وبتدي لهم العملات العربيه كان البنك بيستفيد منها ودلوقتي البنك هو اللي حارم نفسه منها وكنا احنا بنكسب القرش والقرشين من خلال سعر البنك. بتوجه لك بالشكر استاذ محمد قبيل احد المستوردين. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم يا استاذ وائل. اهلا بيك اتفضل. محمد قبيل البنا دمياط احد المستوردين. انا عايز اتكلم بالنسبه الصوت ظاهر كده كويس اتفضل. انا عايز اتكلم بالنسبه لشركات الصرافه شركات الصرافه دول المتحكمين في سوق الدولار يا استاذ وائل. بالنسبه النهارده الصبح نقول شركات الصرافه تقول 9 جنيه بعد الظهر 9.15 العصر 9.5 وهم دول اللي بيقوموا بتحويل الفلوس بياخدوها مننا مصري وبيحولوها عن طريق دبي والاردن بياخدوا بنسبه 5% او اكثر او 7%. النهارده بالنسبه للقرار محافظ البنك المركزي الدولار نزل 10 قروش النهارده فعايز اعرف الناس دي يعني تتحكم في 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 سعر العمله ازاي او الوضع العام ماشي ازاي وفي نفس الوقت خلوا مصر كلها بتشتغل في العمله بتتحكموا ازاي مصر كلها النهارده بتشتغل في العمله. طب ما كان عندي حق ما كان عندي سامي علي حسن بيتحكم في الاقتصاد المصري اشهر لا احد سامي علي حسن لحد ما لا يوجد شخص يتحكم في يقدر يتحكم في الاقتصاد المصري مهما كان عنده من اموال الاقتصاد المصري ولا مع مليارات ولا يوجد شخص يستطيع تحكم واللي يوصل سعر الدولار لغايه 10 جنيه ده عمل ايه في الاقتصاد هذا ليس الاقتصاد هو ده مش اقتصاد اللي يوصله ل 10 جنيه
دي مضاربة. ما فيش دولار في السوق أسواق ولا في دولار في هو البنك. ما وصلش أصلا ل 10 جنيه. هو ما وصلش ل 10 جنيه. 89 يعني. لا 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 مثلا 89 كان في السويس امبارح وصل ل 10 جنيه. اللي بيشتري دولار واللي بيشتري دولار المستورد لو هو حاطط. لا ده كلام ده كلام الفجر يعني كفر الشيخ وكفر الشيخ يعني كان ب 9.83 انا قريت دلوقتي وانا داخل قبل ما اخش وكان في كفر الشيخ 9.83 طيب. جريت الفجر الوحيده اللي كان هو وصل 9.80 كان في السعوديه اقول لحضرتك النهارده نزل النهارده نزل ب 9.70 انا كنت في السعوديه من اسبوعين وكان السعر الدولار المعلن في شركات الصرافه في السعوديه السعر المعلن ال 100 جنيه ب 37 ريال ونص 37 ريال ونص يعني يعتبر الدولار ب 10 جنيه منين ان الراجل المغترب اللي بيشتغل في السعوديه قدامه ان هو يبيع الريال السعودي ب 245 هناك في السعوديه ويقبض فلوس طيب. الجنيه المصري وهيجي يبيعه هنا في مصر الدولار بيقولوا استاذ محمود استاذ محمود عماد استاذ محمود مش معقول ده كلام يا استاذ محمد سمعت بان واحد راجل لا في دبي من يقبل ان هو يشتري بهذا السعر لا لا مفيش مين هيشتري يقبل يشتري بهذا السعر استاذ محمود عماد اتفضل اهلا استاذ وائل اهلا بيك اهلا بيك الحقيقه انا بحيي حضرتك على دايما ضربك للقضايا اللي بتهم البلد الله يخليك وبتمنى من الساده بس الحضور اللي مع حضرتك يسمعوني بس شويه بهدوء كده وبعد مقاطعه يعني الحقيقة أنا من ضمن الناس اللي اشتغلت في الصرافة من ثلاث شركات اللي بدأت شغل الصرافة في مصر يعني. أه يعني أنت من أوائل شركات الصرافة من أوائل تجار العملة لا مش تجار عملة اسمح لي بس اسمح لي شركات الصرافة يعني إحنا شركة صرافة شعبيا بنطلق عليه تاجر عملة يعني. أنا هقول لحضرتك بس كان يرقص هذه الشركة رجال الاتصالات في بيته ده تاجر عملة الكفاءة في مصر والشرق الأوسط اللي كان يروح في الشركه اللي انا كنت اعمل بيها. الحقيقه هو تنازل عن ترخيص شركته عندما انتهجت شركات الصرافه اسلوب تجار العمله. وانا مستعد وائل بيه اقعد مع اي حد مسؤول عن شركه صرافه واناظره قدام شعب مصر كله واذا اراد هذا الوطن يعني اذا ارادت مصر السيطرة على سعر صرف الدولار او العملات الاجنبية عليها بغلق شركات الصرافة في جمهورية مصر العربية. انا بكلم حضرتك كلام تقفلها يعني تقفلها اذا ارادت انها اذا ارادت السيطرة على اسعار الصرف عليها غلق شركات الصرافة. ايه اللي بيخليك تقول كده وانت بتقول انا صاحب شركة صرافة وعارف ايه اللي انا عارف خباياها ما احنا عشان كده قفلنا ملايين المنافس من الشركات الاخرى المنافسة بتنتهج اسلوب تجار العمله وبتنتهج اسلوب بقول انا عارف خباياهم يعني ايه 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 خباياهم ايه خباياهم انا هقول لحضرتك خلي حد من الموجودين عن شركات الصرافه اللي قدام حضرتك يقول لي انا امي رايحه الصبح يا عمره اتحدى اي واحد في مصر اللي بيدخل شركه صرافه يشتري 1000 ريال بيدوله 1000 ريال مفيش مواطن مصري بيدخل اي شركه صرافه ياخد 1 دولار من شركه صرافه لا مفيش ايه بس عشان الصوت مش واضح وضح شويه بقول لسعادتك خلي حضرتك انت الصبح رايح عمره رايح عمره عايز 1000 ريال محتاج 1000 ريال تاخده مصروف جيبك اتحدى واحد من الشعب المصري بيدخل شركه صرافه بيدوله 1000 ريال يا فندم دول بيلموا العمله يا فندم بيبيعوها مستحيل هم بيشتروا بس ما بيبيعوش لحد ما تعرفش هم بيودوها فين يعني هشتروا اخليهم ليه هو انتوا بتجيبوها بقى معرفش بتكلم بس معين انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انا على استعداد اقعد مع رئيس شعبه الصرافه في جمهوريه مصر العربيه واقول له واقول قدام الشعب المصري ازاي بتدار شركات الصرافه ادخل شركه صرافه بيع 1000 دولار وخليه يديك وصل بالسعر الرسمي يا فندم انا عندي حل وبقول لحضرتك اذا كانت هذه البلد تريد اصلاحا لسعر صرف الدولار او العمله الاجنبيه وإذا كان إحنا مقرر علينا كوطن من صندوقنا أو قرارات دولية إن إحنا لازم يكون عندنا سعر صرف حر كل المراكز في جمهورية مصر العربية وكل المحافظات في جمهورية مصر العربية فيها فروع بنوك افتح في كل بنك فرع شباك لسعر الصرف الحر اللي الناس تتعامل معاه حر شركات من الآخر يا وائل بيه شركات وتقفل شركات الصرافة شركات الصرافة هي سبب بلاء سعر الصرف حر طب ما يسيبه ده كان في شركة صرافة اسيب سعر الدولار حر اوقع البلد
احنا كان عندنا حرية تحديد سعر الصرف. انت عندك ارض عشان تقف عليها احمد. عن انشاء شركات الصرافة مش سايبه حر. ما انت عامل ايه؟ احنا عند انشاء شركات الصرافة كان الدولار لكل شركة الحق في تحديد سعر الصرف بشرط الاعلان على وكالة الانباء العالمية. ان انا احط سعر الدولار كان ايام كان 340 345 انا اشتري واعمل فاتورة ب 340 واعمل فاتورة. لو اشتريت ب 341 واعمل فاتورة. كان دي كان عندنا تصريح بيها لغاية لما جت في شهر 6/2003 تم تحرير سعر الصرف في عهد الدكتور عاطف عبيد. وبعدين الدولار ارتفع لغاية 6 جنيه وكسر وبعدين رجع نزل تاني 7 جنيه وربع. طيب بتوجه لك بالشكر. انا عايز اوجه سؤال اللواء اللواء محمد من كان لواء في في الاموال العامه. لواء محمد اتفضل. الموضوع كده يدخل في الغميق. لواء محمد اتفضل. لواء محمد ايوه استاذ وائل ازيك؟ انا اتفضل سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك كويس. اتفضل اتفضل. إيه انا كنت قبل كده في الاموال العامه لغايه 2012. انا مش عايز اقول بس تفاصيل اكتر من كده. مش عايز تقول تفاصيل اكتر من كده. لغايه 2012 لغايه 2012 كنت في الاموال العامه. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اللي قاعدين جنبك الاستاذ شريف الحلو. الو. سامعك. طيب الاستاذ شريف الحلو قبل كده معمول له كذا قضيه اتجار في العمله خارج السوق المصرفيه وحصلت على البراءة في جميع القواضي وسبع اعتقاله أيضا لإتجار نشاطه غير المشروع في تجارة العملة. وأحمد ديازي نفس القصة برضه. يعني معمول لهم هم قضايا بصفة شخصية ومعمول قضايا للشركات بتاعتهم كمان. ما عنديش ولا قضية. هل حدث اتحكم عليا غير بالبراءة؟ ما رد بعد ما انا ما تابعتش. لا حضرتك قول لو انا يا دكتور خليه بس يكمل. ده هو بيتكلم كلوة في الاموال العامة. تمام. اتهام ظالم والقضاء برأني في جميع القضايا. يعني حصل اعتقال وحصل يا بيه الاعتقال في مخالفات. الاعتقال ما انا برضه دخلت قضيه رأيك. ما انا دخلت قضيه كنت متهم فيها في موقعة الجمل وطلعت براءه. دخلت الجمل كنت في موقعة الجمل وطلعت براءه. بس هو بيقول لك عده قضايا وتم الاعتقال. تم الاعتقال ليه يا دكتور؟ بعد اذنك بس. بيتم الاعتقال. طب يعني ما انا هفهم من سياده اللواء. هنسمع اللواء الاول. هنسمع اللواء عشان كده انا قلت سياده اللواء 11 مره والداخليه لم تنفذ حكم القضاء. طب عايزين بس نسمع سياده اللواء. هل انتوا بتلموهم كده من السوق عنوه يعني بدون اسانيد قانونيه ولا بتبقى واثق انه بيدمر في الاقتصاد؟ يا بيه ما فيش حد اعتقل اصلا من الناس دي الا عقب ضبطه في قضايا. انا ما اتظبطتش في حاجه ولا انا ما اتظبطتش في حاجه. انا جم خدوني من بيتي. لا من بيتي معيش حاجه. مخالفات شوالوه في الاموال العامه وحصلت على البراءه في جميع القضايا. هو انا ما بقولش. هو مين يا استاذ احمد؟ انت كده بتؤكد بتؤكد ان في حاجه خالص. يا سياده الغلط. ما هو قال لك انا اعتقلوني. الغلط اعتقلوني. الغلط في الدوله الظالمه. كنت بتقول الغلط في الدوله الظالمه. الحقيقه باينه دلوقتي اهو. الغلط في الداخليه الظالمه. ماشي. الغلط في الداخليه الظالمه. تمام. انت الداخليه اللي ظلمتك. طبعا جدا جدت خدتك. هو هل القضاء عندما ينصفني لله؟ هو لما القضاء ينصفني هو القضاء لما قال لي انت بريء من أنا اي تهمه. لو لي قضيه انت قلت انت قلت وخدت براءه. ان جميع انا اللي قلت ان جميع التعاملات التي تمت عن طريق شركتي كانت هيتعسفوا معاك ليه يا دكتور؟ انت معارض سياسي؟ لا عشان انا كنت في اجتماع مع الدكتور عاطف عبيد والدكتور عاطف عبيد كان عايز يحدد سعر الصرف وانا قلت له يا فندم مش هينفع فخدوه وغلقوا الشركه. لا 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 وتم رجوعي. خلينا نسمع سياده اللواء. هل بتلوموه؟ اول حاجه اسمه اللواء محمد. خلينا نسمع يا جماعه. هو ما قالش اسمه. ما هو الراجل بيقول انا مش عاوز. هو قال انا مش عاوز اسمه عشان خاطر الحرب. لا هو قال مش عايز اقول اسمه. انا اللي بقول اللواء محمد بيحترم برضه وجودي. هو بيقول انا خرجت من 2012. يعني هل انت اللي قبضت عليهم الاثنين؟ انت بتقول انا عملت لهم قضايا. عملت لهم قضايا ازاي؟ شريف الحلو كان معمول له قضايا للشركه بتاعته شركه الاطباء للصرافه في اسكندريه. وهو معمول له قضايا قبل كده بصفه شخصيه كمان. وبعد كده معمول قضيه للشركه نفسها بتاعته شركه الاطباء. قضيه ايه؟ انا عندي رخصه
تعامل في النقد الاجنبي، هو بيعمل لي جنح التعامل في النقد الاجنبي. يا استاذ يا استاذ بقول لك اتجار في العمله خارج نطاق السوق المصرفيه اللي المحكمه قالت ان دي مش خارج اي تعاملات داخل البنوك المصريه. موقع مش كويس. هقول لحضرتك حاجه، التعامل داخل البنك غير مجرد. بقول سبع تحليل يا استاذ وائل لو سمحت. عايزين نسمعه يا جماعه اتفضل. انا بقول سبع ضبطه في قضايا وسبع اعتقاله، ما بقولش ان هو اودين، انا بقول لحضرتك ان هو ليه نشاط. هو انت 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 بتقول واقعه حصلت يعني و... كم واحد اعتقل؟ كم واحد اعتقل حضرتك؟ قول كم واحد اعتقل. ما في، بص اللي اعتقل ما فيش حد اعتقل الا في عقب كم واحد أو... كل شركات الصرافه لو واحد لقوا عنده 100 دولار زياده، لو حد عنده 100 دولار زياده مش مخلينه ما خلاني 100 دولار زياده اديله فرصه. قول له كم واحد بس لو كم واحد اعتقل؟ وهل انت كده شايف انه يعني عدد كبير من شركات الصرافة بيهمهم المكسب الخاص على حساب المصلحة الوطنية؟ يا أستاذ وائل أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، شركات الصرافة الأخ شريف الحلو اللي قاعد جنبك ده كان بيوصل الدولار ديليفري للبيت للعملاء بتوعه، يعني واحد من المصريين شغالين في الخارج بيجي عارف تليفونه وعلى علاقة بيه بيتصل بيه بالتليفون، يا أستاذ شريف أنا معايا 5000 دولار، شريف الحلو يبعت له المقابل بتاعه بالمصري بسعر السوق السوداء لغايه البيت، ويبعت المندوب بتاعه ياخد منه الفلوس الدولار من البيت خارج الشركه خالص. دي ليه فيها توصيل منازل اللي انت بتاعها؟ طب انا عندي 5 فروع. طب الموظف يجي لي لغايه الشركه خارج الشركه. طب ليه انا اتعامل خارج؟ طب لماذا لم يتم القبض عليا اثناء تعاملي خارج السوق المصرفيه؟ ما انت لو انت حضرتك عندك المعلومه ان انا بروح لمنزل واحد ليه ما قبضتش عليا وانا بتعامل معاه؟ قال رجالتك، قال واحد من رجالتك، هو انت راجل كبير هتروح بنفسك يا راجل؟ ما هو سيادته بيقول بيجي لنا مناديب من عندك. طيب لو في انت شايف الازمه من واقع شغلك اسبابها ايه ونحلها ازاي؟ يا بيه اسبابها واضحه جدا، شركات الصرافه هي اللي بتتلاعب. انا في ليا ناس اصدقائي مستوردين، انا حاليا بسمع منهم موضوع التحويل العمله ده لدبي، الدولار بيتلم في دبي وبيتاخد مقابله هنا بالمصري علشان موضوع الليمت اللي هو السقف بتاع الابتداعات اللي عمله معاه البنك المركزي، فكانوا بيلجأوا للقصه دي، والقصه دي استفادوا لغايه القصه النهارده على فكره. 250000 دولار للافراد ممكن تفتح 12 يا عم مش الشركات بتاعت 250000 دولار. طيب معلوماتكم ويعني انت شايف شركات الصرافه هي السبب؟ اكيد يا باشا اكيد. وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه برضه، ده مش اموال عامه ولا لواء، في قضايا استنى، في قضايا اتعملت ده حدد له اسم الشركه وقال له في اسكندريه ويعني شركته. طب هو يعني ويعرفوا منين؟ قال له انا جيت سنه 91. لا يعرفوا منين؟ وقال لسيادتك انت في الحته الفلانيه اعرفك منين؟ من اسلوبه انا عارف، من اسلوبه انا عارف، من اسلوبه ده مش لواء والله، من اسلوبه انا عارف. انت حاطط نفسك في مأزق. كم واحد تم اعتقاله؟ كم واحد تم يا استاذ انت كل شركات الصرافه ظهرت نفسك كده اهو، ظهرت نفسك كده اهو قدام بتوع الاموال العامه. لو واحد عنده 100 دولار انت محمد عن بحهم؟ لا انا بحمد بدافع عن نفسي دولار عشان انت ده كلام انت موجه ليك. كشفت نفسك سنه كام يا بيه؟ وانا شفت نفسيكم سنه 2001 يا اللي مع الوطن. ما تخلينيش هنقول كلام كتير استاذ وائل، الكلام سنه 2002 ما عندكش كلام. استاذ لو عندك تعليق اخير اتفضل. هو بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه كان في بعض القضايا بيتم فيها ضبط شركات صرافه كانت بتاخد شقق وبيتم التعامل فيها خارج شركات الصرافه. مش معانا للاسف بقول للاسف مليون مره، ان نيابه الشؤون الماليه والتجاريه اللي بتحقق في هذه القضايا بتطلب تقرير من البنك المركزي باعتباره الجهه الفنيه المختصه في قضايا النقد. فللاسف ان التقرير بتاع هذه اللجان كان بيروح بعد كده للمحكمه او لنيابه الشؤون الماليه والتجاريه بيقول انه لم يتم الضبط حال التعامل طبقا للقانون، ولكن تم ضبط حيازه في شقه، وكانت قضايا كتير. لا يعني هو بياخد شقه ازاي؟ فهمهاني يعني يا ست لو. بيأجر شقة يا باشا قريب من الشركة أو في مكان معروف للعملاء بتوعه، يخزن فيها المال والدولار والبطاقية، لأن هو أصلا في المحل ما بيعملش حاجة، في تعاملات يومي للشركة المفروض لا يتجاوزه. يعني الشركة اللي بيقول لك أنا اتقفلت عشان فيها كان فيها فلوس زيادة مصري، ده الفلوس الزيادة المصري جت منين؟ جت إن هو اشترى دولار وبيحتفظ عنده بفلوس خارج الدفاتر بتاعته، خارج إيراد الخزنة بتاعه اليومي. فمعنى كده دي مخالفة
ودي لا ترقى لانها تكون قضيه. انا دي مش قضيه، دي اللي بيعملها مفتشين بتوع البنك المركزي. لكن للاسف مفتشين، يعني بقول لحضرتك اللجنه الفنيه اللي بتتشكل من البنك المركزي كجهه فنيه لنيابه الشؤون الماليه والتجاريه عشان تعمل التقرير بتاعتها، بتقول ان الضبط تم في غير حالات التعامل، ان الضبط تم دي مجرد حيازه فقط في الشقه وليس ضبط، بالرغم انه بتكون ضابط خمس ست انواع من العملات وكميات كبيره جدا 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 بالاضافه للعملات المصريه. للاسف بعد كده بالتقرير ده بياخدوا حفظ القضيه او بيطلعوا براءه. اظن الراجل بيتكلم قانوني، هو بيكلمك عن الحيل بتاعت عندي شخصيه ده بيتكلم بوجه عام على القضايا اللي بتتدبر، يعني عشان كده بيؤكد انه لواء ابن لواء، لان الاجراءات القانونيه اللي بيقولها دي فعلا اجراءات راجل حافظها من ناحيه ان الاموال العامه بتترفق القضايا عشان تاخد نسبه 10% من المبالغ المظبوطه. طب انا عايز اسال سعادتك سؤال. اتفضل. اللي انت بتقول سعر الصرف في البنك 7.83 وانت بتكسب قرشين سرخ، انت ليه بتشجع ان الراجل اللي بيجي يبيع لك يبتزك وتديله ب 9 جنيه و 9 جنيه وربع؟ عشان اجمع دولار لحضرتك. يبقى انتوا بقى يبقى انتوا اللي بتشتري. افهم بس يا عم، هو مين اللي بيشتري؟ ما انت بتشتري. افهم بس. طب انا بشتريه، ما انا بشتريه مضطر. طب واحنا كمان مضطرين عشان السياسات الخطا. ما تيجي تقعد تقول. طب ما انت تقف يا استاذ شريف. هو الحل يا استاذ احمد، يا استاذ، بص الحل ايه لو سمحت؟ الحل بس انا عايز اقول لك، الحل ان هو المفروض انتوا خايفين على البلد. اقول لك حاجه عشان اعرف ان المفروض ما تشتريش. انا من دلوقتي قدام الاستاذ وائل المفروض ما تشتريش. انا من بكره كلنا على مستوى الجمهوريه نقفل شركات الصرافه، ونعرف مين معاكم نقفل، ونعرف مين اللي بيتلاعب في السوق، واحنا معاكم نقفل شركات، ونعرف مين اللي بيتلاعب في السوق. ايوه بالظبط كده. طب نقفل، اعتقد لمده شهر اقفل شركه الصرافه، كله بقى يروح للبنك. كله هيروح للبنك عشان ما فيش سعر زياده. ايوه عشان هو ده اللي بيتلاعب. ده حل انه يقفل طبعا. ما هو ليه انا بعرفك مين اللي بيروح له؟ ليه انا بروح له؟ ليه؟ لان هو بيديني جنيه زياده عن البنك. هو ممكن بيكسب قرشين زي ما بيقول او خمسه ساغ، انما احنا لو شركات الصرافه اتحدنا وجي الراجل اللي بيبيع اللي اقول له لا انا هشتري منك زي البنك، يبقى ما فيش ارتفاع في سعر الدولار، انما هو بيستفيد هات عشان يكمل كبير اللي بيدخله دوت. ان شاء الله لو بيكسب قرشين بيشتغلوا في 3 4 مليون جنيه. طيب. في قرشين حجز الموارد ما فيش حجم كبير. احمد من مباحث الاموال العامه، انا وسهلا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ؟ اهلا بيك. اهلا بيك. السلام عليكم. انا سامعك. سامعك اتفضل. السلام عليكم للناس اللي موجوده عندك كلها سوائل، بس للاسف انت استضفت الاثنين المخطئين في حق الدوله مع بعض. ازاي يعني؟ ازاي؟ قول للاستاذ اللي هو بتاع شركه الصرافه ده، قول له الاطباء قفلت ليه كم مره، قول له الصعيدي قفلت ليه كم مره. احنا مالنا بالصعيدي؟ لسه شغال في الاموال العامه بالراحه. هو الصعيدي؟ نعم. قول له الاطباء اتقفلت كم مره؟ الاطباء والصعيدي. الاطباء اتقفلت كم مره؟ الاطباء دي شركه صرافه؟ شركتي. شركه صرافه. اتقفلت كم مره؟ اكتر من 3 مرات. الصعيدي لسه فاتحه. مالنا بالصعيدي؟ انت الصعيدي؟ احنا مالنا بالصعيدي؟ كنت انا الاطباء ده بدي مثلا. ما هي شركه انت الاطباء. الاطباء اتقفلت كم مره في اسكندريه؟ اتقفل ليه؟ اتقفل عشان السعر. عشان لا ما حصلش. لا 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 انت مش عارف حاجه. ما حصلش. ما انت مش عارف حاجه. حاضر. انا بكلمك في المحاضر. في المحاضر انت بعت لي رقم المحضر وقول ان انا اتقفلت دلوقتي. لو شركتي تزاول عملها تحت اشراف البنك المركزي. شركات الصرافه هي شركات امينه وهي الشركات الوحيده. طب يا جماعه راس مالها. اسمعوا بس. أنا أوقف الشيخ. لو في حد من اسكندريه دلوقتي يقول لك شركه الصرافه في اسكندريه اتقفلت ليه؟ الاطباء. الصعيدي اتقفلت 3-4 مرات ليه؟ انتوا اللي وديتوا البلد في 60 داهيه. لو انت لا لو لا انت ظابط عمرك ما هتقول في 60 داهيه. لا 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 عمره ده مش ده الظابط ده ولا له بالظبط الاموال العامه. لا 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 لا
نعم قفلت مرتين في السنه يعني. طيب يا جماعه يا جماعه بس يعني اتقفل يعني المعدة يبقى احنا بنحاول دي مش لغه ضابط اموال طيب ثانيه واحده من 13 سنه حضرتك بتتكلم حاجه من 14 سنه من 14 سنه لا 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 الاطباء السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت انت كذاب من 14 سنه لا 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 انت اللي 60 كذاب طب انا اتحداك يا جماعه يا جماعه يا جماعه بس يا استاذ يعني لو سمحت لو سمحت لو سمحت حضرتك بتجيب يعني يا جماعه يا جماعه هم مش عارفين رد عليكم قبل السنه اللي فاتت خلينا خلينا يعني اتقفلت من 14 طيب انا انا خليني يبقى الراجل حتى لو يا جماعه بس يبقى اتقفلت يبقى في مخالفه يبقى يبقى يا جماعه لو سمحتوا اتفضل خليني اقدمك احمد فقط انا ما اعرفش احمد منين بس انت بتقول انه كفر الشيخ يا استاذ وائل احمد من كفر الشيخ طيب شركات الصرافه بس يا استاذ وائل مش شركه صرافه فاتحه بس لا شركات الصرافه بيبقى جنبه اربع خمس محلات ان كان قماش او محلات صاغه او محلات اي محلات اربع خمس محلات بيكونوا شغالين لحساب شركه الصرافه شركه الصرافه ما بتبقاش مكتب الشركه بس ما تستطيع الاموال العامه القبض عليهم طيب ليه ضابط في الاموال العامه ما بتقبضش عليهم ليه ما قال انه اتعمل هو لا مش على الناس دي ليه لا لا انا مش هتعامل مع حد بالتايتل اللي هو هيدونه هنتعامل مع احمد من كفر الشيخ يا باشا طيب يا باشا انت عارف الكلام ده يا باشا بتوجه لك بالشكر قبل ما اطلع فاصل تليفون مين شريف الخولي مستورد يا استاذ شريف اتفضل اتفضل الو انا سامعك اتفضل مساء الخير يا استاذ وائل ازي حضرتك مساء الخير اتفضل انا اسمي شريف الخولي اتفضل مين استاذ وائل شريف الخولي اهلا بيك استاذ شريف اتفضل انا مستورد بص حضرتك في حاجه كانت قالت برضو في شويه من الحلقه ان الاستاذه اللي كانت بتقول ان هم بيكسبوا 2 قرشين او اكتر من قرشين او حاجه زي كده ان هم يعني يعني الدولار ارتفع ما ارتفعش هي بتكسب القرشين وخلاص لا ده كذب تماما واسالهم كمان هم قاعدين معاك بتوع الصرافه هم بيشتروا ب 62 وكانوا بيبيعوا اول امبارح واول اول ب 87 و88 و85 فين القرشين واصلا السعر اللي بيبيعوه ب 87 هو شاريه من اسبوع بأقل من كده وشاريه من 3 اسابيع ب 8 جنيه و70 قرش طب وشالوا ليه؟ واصبح النهارده الفرق وصل لجنيه دي اول حاجه هما بيقولوها كده ما بقول لك انا ما اقدرش اخزنه كتير هما ما بيبيعوش لو واحد اشترى ذهب ده باشا ده حبيبي على دي ما بيبيعوا النهارده هما ما بيبيعوش جرام وبعد اسبوعين بقى ب 350 جنيه يا باشا انت هو ده حظه يا باشا مش كان ينزل. انت ما بتبيعش انت بتجمد السوق انت بتنشفه لا مش انا المذاق لا لا مش دكتور كده يعني بص حضرتك حضرتك برد عليا بعدين بس خلينا واحده واحده حته بقى الحته الثانيه يرد عليا الاستاذ احمد شيحه هو استاذنا فيها استاذ احمد احنا من شهر 3 2015 لحد النهارده مثلا شهر 3 2016 مستوردين بكام تقريبا بكام مليار دولار السنه اللي فاتت ب 80 مليار دولار السنه اللي فاتت ب 80 مليار دولار طب يبقى 80 مليار يبقى فين بقى ازمه الدولار يبقى البلد فيها دولار مفيش ازمه في الدولار زي ما هم بيقولوا ما طيب. قلنا ازمه هطلع هطلع فاصل فين الازمه هو القصه كلها القصه من ضيوفي وفي ناس تانية عايزه تعلق كتير هنحاول نختصر بعضها عشان بعدها في حوار رئيس العراق الدكتور فؤاد معصوم اللي هنتكلم معاه في قضايا مختلفه بدءا باللقاء مع الرئيس السيسي والاتفاق على دعم الجيش والشرطه في العراق وانتهاء بداعش من يدعمها من يمولها كيف تنتهي بعد الفصل